دكتور عبد الكبير، بدي أسألك سؤال قبل الهوا. مرحبا. مؤسسة الأوقاف الخيرية هي مؤسسة خاصة ولا هي رسمية حكومية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا السؤال بالنسبة لهذه المؤسسة، إن هي مؤسسة خاصة ليست مؤسسة حكومية. ايوه طيب جميل كويس. طيب لما بنقول انه هي في ولاية اولن، اسمها الولاية ولاية أويو ايوه إبادة نيجيريا، في ايوه مدينة إبادة في ولاية أويو. نعم. مثلا كيف فينا نفهم، كيف فينا نعرف هذه ولاية اويو، حجمها، موقعها، عدد المسلمين فيها، كذا؟ هو في ولاية أويو هي أكبر ولايات في دولة نيجيريا، وتقع جميل. في جنوب جنوب غربي نيجيريا. جميل. ونسبة المسلمين في هذه الولاية يعني تقريبا 55، لا 55. تراجع. نعم. جميل. وين صرنا معاذ جاهد؟ والولاية هي ولاية أويو، ولكن مدينة الموجودة في هذه المؤسسة هي مدينة إبادة. 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 إبادة، نعم. نعم. إبادة. طيب. طيب معاذ وين صرنا؟ جاهزين دكتور؟ يلا تفتح لنا. مرحبا. تفضل. نعم. طلعت على الفيس يا معاذ؟ مشيت على الفيس؟ الفيس دقيقة واحدة فقط عشان يكون أنا بديت التسجيل لكن الفيسبوك ما عم ياخذ البث اونلاين. اذا بدكم ابدوا بان انا برفعه على اليوتيوب وبحوله. ما شاء الله. نبدا؟ نعم على بركه الله. ثانيه واحده دكتور بس اذا سمحت. طيب. تفضل يا دكتور.